شكرا بالنيابة عني وبالنيابة عن كل المصريين. بس أنا عايزة أحكي بقى معاك الأول قبل طبعا. ما نوصل، يعني تعال نبدأ من الآخر للأول. أنت إيه اللي خلاك تروح تنتخب وأنت وضعك كده يعني الصحي إنك ما تقدرش؟ يعني ده فيه إصرار ليه؟ حضرتك، انا ابن البلد، انا من مصر، لازم اخاف على مصر. يعني أنت رحت انا عشان رحت خايف على مصر؟ ايوه خايف على مصر، هي مصر ام الدنيا، امنا خايف كلنا، خايف عليها من إيه؟ خايف عليها من ضرر. يعني لازم يبقى لنا رئيس، لازم يبقى لنا واحد يقف وقفه جد، يعني بأنه يروح ينتخب، ان هو ان احنا ننتخب، لازم كلنا ننتخب، لازم كلنا يعني ننتخب. يعني ما قلتش مثلا يعني هي جت عليا هتفرق في لا ايه؟ هتيجي، ما انا لما اقولها جت عليا وده يقول جت عليا وده يقول جت عليا، يبقى الدوله هتخرب. فما ينفعش الدولة حضرتك، هتخرب. ما ينفعش حضرتك، لازم كلنا نطلع ننتخب وندي صوتنا، هو الصوت ده امانه، فلازم حضرتك ان احنا نطلع وندي صوتنا ونشوف مين اللي يستحقه. طيب